صحيني اعمل ايه؟ تفتكري يا حبيبتي يا اختي لما اعمل كده مش هيطلقني؟ تيجي النهار طلبت منه مش تيجي النهار مش بدونه وفك حل يا اسمي وعش بطنه وجعته وفضل يسهل يومين ترد حرجوقه خلاص يا عزيزي عيني عزبناكي معاه وانا نصحت جارتي ترد زعوطه ايه هي النصيحه ترد حرجوقه النصيحه نصيحتي ما بتخيبش وهو راح ساب لها البيت وطف تفتكري يا انا طب اطلع خش جوه مصه دم جوزي اول بول وقصصي لا ما تقريش كده كده انت بالكاروت ولازم تقصصي ريش زعفان انت اللي هتقولي انت بتاكلي الكلام وتجري مش مكتوب لازم هي اللي هتقولي الكلام ده كله مكتوب وقصقصه ريشه علشان ده كلام حربوقه على فكره ده كلام حربوقه ايوه هاتي ورقه كلامي جنتي تحت في نفس الكراره لا لا هاتي ورقه دي كده وش زعوطه ايوه قولي لي يا حربايه لا يا حربوقه وانصحيني ايش حربايه اسمعني خدي ورقه منها وين يا سنان اقرا ايه بس احنا مش بنشهد امك ايه اطلعي بره الكادر انا غادي ننزل يلا كلام اسراء ايه دي اسراء زعق حربوق يا زعقوطة انت مالك كده متهاونة في حقوقك ليه انا مصة دم جوزي اول باول وقصقصي ريشه علشان ما ينفش على غيري ريش ده مش ريش هو هي بتقولي قصقصي ريش جوزي وانا عشان رينج لايت ما يخش الغرب الغرب كمان يلا يا اسراء قولي لي طلبتي طلبات العيد من جوزك ولا لسه يا زعوم مثلا انت بتعمليش كده انت اتعملت ليه؟ لا لا الباب ما يجيش خالص مش عايز الباب يجي خالص انا هاجي اقول لك اقوم اعمل لك شاي اعملي لا ارجع ورا ياسمين اعدي لي جسمك كده اعدي لي جسمك كده ايوه زي ما انت كده بس اعدي لي كده وشك يا بابا في جسمك ايوه كده بس انت مش شايفاها ايوه انا كاني بكلمها انا كده ما عنديش اي جديد ما تحاوليش دلوقتي ايه ما تتعبيش عينك دلوقتي يا زكي هي المفروض هتتريق انت ما تتعبيش عينك دلوقتي بالحوالين بتاعك ده هي صاحبتك فهي جت تتريق عليك دلوقتي ما هي صاحبتك من زمان اتكلمي انا اقول لها اقوم اعمل لك شاي لا انا جايب البتاع ده بس هتخليها ازاي ايوه انا اقول اعمل لك شاي تقول لي لا استني اقول لك قولي لي الاول جبتي حاجه العيد ولا لسه يا ستي ما تفتيش اصبر بس ما اشوف ادائها ايه طول الاول هي عايزه تدخل اروح انا ارد عليك قال لي ايه حاجه العيد قال لي ايه حاجه العيد جاهز يلا سوير استني يا حبوه لما اقوم اعمل لك شويه شاي لا ما انا مستني يا اختي يا اخي ما انا بعتي كده وولعتي في البوتاجاز ده هو الاداء بتاعها ايه هو الاداء بتاعها طريقتها يعني هي عامله حامه ونجحت جدا نجحت جامد اتشاهدت واتشافت على برنامج مشهور اعلامي مش هي بس اليوم السابع كمان جابها واستضافها عشان عامل كاركتر صح احنا مش عايزين غير الكاركتر الصح لا اكتر ولا اقل يلا بروفا انا بحاول اضايق بحاول اشحن جارتي من جوزها اجيبها ازاي سم عايز احرق الدم اللي جنبي عايز اعرفها ان هو مش عامل اللي عليه وزياده قولي لا كده بقى انا بايخ وهشتم علي صوتك علي صوتك قلت لك بادائك وعلي صوتك بس يا اسرع بيني كده انا علي بس قولي لي ما هو الصوت ما عليش برضه انت نعمل الشاي سيبك الشاي اديك الشاي على اللي عايزينه من اول تاني حلو ده من اول تاني يلا 3 2 حلو ده 3 2 1 ثانيتين اول ما الاكشن تصور اكشن استني يا حجوها بس لما اعمل كوبايتين شاي الاول لا والنبي يا اختي والنبي بلاش اخر مره والله انت مش عايزه والله انت فين انت زعفان مش عايزين تشربوا شاي سيبك من الشاي بس اديك الشاي اللي عايزين طيب يا اختي جبتي يلا استبور يا معلم ما انت محوله كده في الشفا يا ام مرحمة يا حجوها يا اختي ده انا قبل كده ديك النهار طلبت منه شويه مش بدودو وفجل وعيش هو قعد في يومين في الحمام يسخن وقعد يقول لي عشان الكلام الوحش ده انصحك نصيحه ستوب صوتك واطي
يلا عيدي من تاني. انصحك نصيحة. انت الكلام بتاعك انت. جارتي وما خيبتش. كلام معك. بصي لها. يلا. يلا الحر جامد يا جدعان. ثانيتين وابدأي كلام. مش هقول اكشن. انا انصحك نصيحة نصحتها لجارتي وما بتخيبش. نصحتيها ايه اللي حصل طيب؟ قولي. فيش جوزها سابها نصحتها بنصيحتي. اسمين قولي لها نصحتيها بايه؟ نصحتها بايه يا حلوقة؟ نصحتها بنصيحة وجوزها سابها وطفش بره البلد. يلا كويس اهو جيب لي حاجات من بره. انه قولي لي بقى يا اختي يا حلوقة انا اعمل ايه؟ لا استني بقى كده يا حلوقة. ستوبت انا بقول بعمل بعد ما اعمل حركة الصلاة. خلاص يا عمي خش. لا استني بقى كده يا حلوقة يا اختي لحسن يكون البفتيك ده حبه حرام. ايه ده البفتيك ده؟ لا 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 دي حاجة حلوة تخليكي تردي بدل ما انت صفيفة كده يا بنتي. لا استني يا اختي بقى يا حلبوها كده لحسن يكون البفتيك ده حاجه حرام بقى ويطلقني. لا 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 البفتيك ده لحمه حلوه تقوم بعظمك. لا لا استني بقى يا اختي يا حلبوها كده لحسن قال ايه بقى البفتيك ده لحسن يكون حاجه حرام ويروح مطلقني فيها. حاجه حرام ايه ده لحمه حلوه تقوم بعظمك وتخليكي كده مربربه بدل ما انت صفيفه يا عيني وعدمانه. تسلم دماغك يا حلبايه وصفتك جابت مع زعفان نتيجه لما اقوم بقى نتنتج واتكلم. هتضرب من وشها اهو. يلا بس يلا تصوير 3-2-1 اتنتج واتمنتج. يلا ما نصور. اقول من اول ما تنتج لسه بايدك يا قولي من الاول. دماغك يا حربوقه من الاول. تسلم وصفتك يا حربوقه. تسلم وصفاتك يا دماغك. تسلم دماغك يا حربوقه وصفتك جابت من. لا احنا عايزين وصفتك. طب يلا تسلم وصفتك على طول. تسلم وصفتك يا حربوقه جابت مع زعفان نتيجه لما اقوم بقى نتأنتج واتمنتج واتقرفن واتنرفن. وصفاتك يا حربوقه جابت مع زعفان نتيجه لما اقوم بقى نتأنتج واتمنتج واتنرفن واتقرفن. بس والله اللي اعمل بقى كوبايه شاي لنفسي. والله يا بنتي يا زعفان يا زعوطة تسلم. تجنن تجنن. انا عايز اتجنن. انا قاعد اهو. ايوه اتجنن اهو. خد ياض يا شيخ تعالى من عند الباب. تعالى من عند الباب ما انا جبت لك الكرسي. تعالى من عند الباب. تعالى. خد ياض يا شيخ يا ياض. انت بتحبني؟ ايوه. تحبني ياض؟ اه يا معلم. ايوه عشان اعمل كده ايوه اضربه. اه يا معلم. اضربه. عشان غلطت ابني وريت ابوك. خد ياض تعالى. مطلوب منه بيجي زبون جديد يقول لك هات حاجه ساقعه تجيب شاي عشان الزبون هيخسرنا يا ابني. روح يا شاهد دلوقتي هات الموبايل. هات الكرسي اهم حاجه. شعار اليوم اللحمه لحمتنا والعشا من جوز عمتنا اداره المعلم عطوه. ايه عطوه الجزار. يبقى دي اول حاجه اقولها. عكس يعملها يا هو. لا عشان عكس هيبقى في كرشك يا حبيبي. هيبقى في كرشك كله يا عم. اوعى هديني سكينه صغيره. عايز سكينه صغيره. انا كده عشان هذا شغل سكينه صغيره شغل. مش نفس الطقم. هتبوظ البتاع خالص. اقعد يا عم. ده انت غريب. خش يا معلم بقى. ما يقعد. يا بنت يا بنت. القيافه دي وانت قايم. يخرب بيت ام البنطلون اللي زي فيه. ده انت زهقت امي. ايه ده يا ابني انت بتطبخ روح انت وقتيها روح انت عشان الناس كده شكلها منطقه. لا ده مش تنفع كده تبقى كبيره كده عايزين نخلص. خليها انت ادي شنطه. فين التون بتاع فتح الاصل؟ اقوم التون فتح الاصل. صوت يا حسين ده فتح الاصل. روح انت بقى دلوقتي. معلم بخيل قوي. نعم بخيل قوي. لا يلا قولها بقى. اقفل بقك. قول اهو. معلم بخيل قوي وتروح من بره وماشي. يلا وشوح. يلا تصوير. معلم بخيل قوي. ما بنتش تقدر تضحك. يلا تصوير. معلم بخيل قوي. معلم بخيل قوي. معلم بخيل قوي. اقفل بقك. معلم بخيل قوي. ارجع تاني يلا قولها. وشوح وامشي. بص شوح بايديك. اقفل بقك ما تضحكش. يلا. معلم بخيل قوي وتروح خارج. معلم بخيل قوي. لا ده باين شكله طارق. معلم بخيل قوي.
ايوه انت بتضايق عينيك بشكل سني. اوقف يا حبيبي واتكلم. فعلا يا حبيبي هتقولها وتخرج ما توقفش. ما تخرج يلا. قولها وتخرج خالص ما تبصش لبابا. بص لنا كده. معلم بخيل قوي. بص لنا. معلم بخيل قوي ده احنا عدنا فيها ثلاث اربع مرات يلا. يلا. وايديك الاثنين شبه بايديك وامشي. يلا فهد تصوير. بص يا لينا يا ما بصش عند خالك يلا. معلم بخيل قوي وتروح طالع. معلم بخيل قوي. حط محمد وقول لي شويه. ايوه كده. ما تعملش حركه يلا. ايوه ثبت كده يلا عشان لو بتضحك ساكت كده يا بابا مبينه ان انت شكلك طفل عبيط بس يا بنت يلا يلا شغل يلا تصوير ده انت معلم بخيل قوي معلم بخيل قوي هو يلا ارجع ده معلم اخرج بره بره خلاص كده يلا معلم بخيل قوي معلم بخيل قوي جاي يا باشا شريتو انا لازم اقف الكاميرا عشان صار انا بقول لك انا عشان كده بقول لك انا جاي معاك اقعد يا حسين يا ابني ما نزل البتاع خلاص يا حسين اقعد يا حبيبي اقعد يا سيد امك خش يا بنت والله لو عملت ايه لازم ده شارب ميه واخد وسخه كتير شريتو 1 السلام عليكم معلم عظمه سلام احلى مسا عليك معاك المعلم السلام عليكم السلام صوت طيب يا معلم عظمه اهلا وسهلا اخوك المعلم زعفان كبير الزرايب تمه اهلا وسهلا اهلا بيك صوت طيب بقى وعيد سعيد عليك وعلينا وسمعنا ان عندك لحمه وعظم كوارع عظم برضه ما تجيبليش الكوارع يعني تاخد انت اللحم وادينا انا ايه العظم عشان نوع معاه واجب وحمايه راجل سقيل بصراحه مش طايق مش طايقه يبقى هات له بخمسه جنيه اي حاجه من اللي انت كاتبها لي ماشي يا معلم المهم يعني وظبطنا يا معلم صلى على النبي انا اخوك صلى على النبي اول الكلام اللحمه لحمتنا والعشم جوز عمتنا الله يبارك لك يا معلم مالك وانت يا ابني انت في حاجه لازم اسمها عظم كرش يا ابني يا السلام عليكم السلام ازيك يا معلم عامل ايه اخوك هنا جمالك الزباله اخوك زرعون ازيك يا السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا معلم اهلا حبيبي عامل ايه الحمد لله اخوك زعفان في المقلب الزباله اللي جنبك هنا سهل. بس انا مامتي مجنناني امورني بتقول لي عايزه حاجات غريبه عارف حربوقه كده واحده دخلت في حياتها تقول لها لحمه وعكاوي المهم احنا عايزين ايه 5 كيلو عظم بفتيك يعني خد انت اللحمه من البفتيك واديني العظم و5 كيلو عظم عكاوي خد اللحمه من العكاوي واديني شويه العظم ثانيه واحده طب اتفضل يا معلم انت هذا شغلت هذا نعم معاك حاجه ساعه على الهواء بسرعه يا عشان انا الجو حر معايا انت نايم بقى اه وحاجه تاني بقى 5 كيلو مواسير واهم حاجه شيل لي اللحمه من المواسير انا عايز العظم بتاع المواسير و5 كيلو كرشه عظم كرشه ازاي انا عايز 5 كيلو عظم كرشه وحمايه راجل قرفني هو ومراتي عايز له ب 5 جنيه اي حاجه من اللي انت حاططها دي. امرني بحاجه انت. العين دي قبل العين دي. حسابك بقى كام؟ امرني. اعمل يا حسين اعمل يا حسين بارك الله فيك عشان تعرفوا ان احنا مستعملين ناس عجايز والله. والله وربنا هنلينا الجنه ان شاء الله. ربنا وربنا لينا الجنه. انت بتعمل كده تيجي على ايدك تقوم عورتك وما تخش. تعالى نكمل بقى. ده المعنى. سعيد عليك وعلينا يا معلم. انت طيب يا حبيبي. انت طيب. امرني. وعيد اضحى سعيد عليك وعلينا وعلى الناس كلها وعلى الامه الاسلاميه كلها. امين يا رب العالمين. امرني يا حبيبي. عايزين 5 كيلو لحم. 5 كيلو لحمة؟ اه مشيش معاك فراخ لا انا عايزها لحمة ليه يا كده وعيد لحمة وصنت طيب يا معلم وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى الأمة الإسلامية ألف مبروك ما عندكش عكاوة يا معلم؟ ما عنديش عكاوة عكاوة دي عملتها في الجزء الأولاني يا حبيبي لسه الجزء الثاني جاي لك الجزء الثاني هنعمله مع بعض بإذن الله العيد ده بالعيد دي في العيد الكبير برضه العيد الكبير طب ما أنت عملت زي طمعية زي طمعية برضه عملتها في الشخصية الأولانية طب وعملت إيه تاني؟ ما عملتش حاجات كتير يا حبيبي انت بس خش وشوف كده يعني نخش على اليوتيوب ونشوف الحاج حسين وهو بيعمل الادوار كلها معانا صوت طيب قولها قول بقى وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله بنلبس العيد الكبير وفي مفاجاه ان شاء الله بعد قليل هتيجي عاملينها ايه مع شخصيه زعفان مع صاحب البركات وكل الشخصيات اللي احنا عاملينها ان شاء الله هنعمل لها اجزاء بناء على طلب الناس والجماهير اللي بتحبنا واحنا بنحبهم ما تنسوش الاكسبلور واللايك اصبر عشان ما لما الحمام تخلص بعد ما لما الحمام تنور وتدفي ابدا اتكلم يلا وانتظروا مفاجاتنا ايوه خلاص يا شباب انتظروا مفاجاتنا ماشي يلا يا حسين قول هو لما هو مصور تصوير
وانتظروا ان شاء الله مفاجاتنا، وكل سنه وانتم طيبين الناس كلها بمناسبه العيد الكبير. ان شاء الله يكون علينا وعلى الامه المسلمين جميعا بخير ان احنا نقابل الشخصيات اللي قدمناها في قناه سعيد بركات اللي هي زعفان والشخصيات دي، يمكن نعملها دلوقتي ان شاء الله وهنكمل عليها بناء على الطلب وطلب الناس. ما تنسوش اليوتيوب، ما تنسوش ان شاء الله القناه بتاعتي، هسيب لكم الرابط بتاعها وكده ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك على قناه اليوتيوب، وهسيب لكم رابط قناه الحسيني بركات في الديسكربشن بتاعها. ولا ولا شغلتها؟ نعم عامل. هاتلي حاجه ساعه. حاضر. الموضوع بقى بس على النبي عليه الصلاه والسلام، بس قبل ما نبدا الحديث. شعرنا اليوم اللحمه لحمتنا. وان يلا. وشعرنا اليوم اللحمه لحمتنا والعشم جوز عمتنا. كلام حلو وسليم قوي. الموضوع بقى في الحربوقه صاحبه مرات زعوت. عايز حاجه ثانيه يا حبيبي؟ لا يا معلم. قول يا حبيبي. بس. تعالى خد اول الحساب. يلا. امرني بقى الحساب كام يا معلم؟ بعيد يا بعيد يا حبيبي، المؤاخذه كده. هو انا عامل حساب يا حبيبي. انت مجنون يا ابن مجانين الكل. ايه يا عبد ما جابهاش. ما جابهاش ايه؟ هاتها يلا. وخد الثانية دي يا ابن المجانين. ما نصور هو يلا وربنا نصور كل ده. وخد الثانية دي يا ابن المجانين.